السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ننتقل إلى درس الجمع. طبعا هنا نقوم بعملية الجمع. 8 زائد 4 كم يعطينا؟ يعطينا 12. 12 نرفع الواحد. 1 زائد 2 3 زائد 3 6 يعطينا 62. الإجابة 62، وصلها عند 62. هنا 5 زائد 9 كم يعطينا؟ 4 ونرفع الواحد. 8 زائد 1 يعطينا 9. 9 زائد 6 15، فالإجابة 154. كذلك 4 زائد 2 يعطينا 6. 9 زائد 2 كم يعطينا؟ 11، فالإجابة 116. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. 8 زائد 7 زائد 8 يعطينا 15. 5 نرفع الواحد. 1 زائد 1 2 زائد 6 9، فالإجابة 95، ونوصلها عند 95. كذلك 3 زائد 2 5. 4 زائد 5 9، فالإجابة 95. عفوا، هنا الإجابة 8. عفوا، هنا الإجابة 85، هنا الإجابة 95. 1 زائد 7 يعطينا 8. 9 زائد 7 كم يعطينا؟ 16، فالإجابة هذه. عندنا 0 زائد 4 4. 6 زائد 4 10 يعطينا 110، فالإجابة 104، فالإجابة 104. الآن ننتقل إلى السؤال الثاني، هو أوجد العدد الذي يجعل الجملة العددية صحيحة. طبعا عندنا هنا مثلا 14 24، طبعا الإجابة تعطينا 20 المفترض، فعندنا 4 نقسم الأربعة، ناقص 3 ناقص 1. 24 ناقص 3 ناقص 1 يعطينا الإجابة 20. فهنا 24، طبعا هم الحين يريدوا قيمة السين، فهنا يجب أن تكون قيمة السين متعادلة، فاثنان واثنان، فهنا قيمة السين 2. 24 ناقص 2 ناقص 2 يعطينا 20، فهنا قيمة السين عندنا 20. السؤال الثالث أو الثاني، كان 35 راكبا على متن حافلة، نزل 4 أشخاص من الحافلة عند محطة الحافلة وركب الحافلة 12 راكب، فعندنا احنا 35 راكبا نزل ناقص 14 شخصا بعد ذلك ركب، فنزيد 12 شخصا، فالإجابة 35 ناقص 14 زائد 12، فالإجابة تكون هذه 35 ناقص 14 زائد 12. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. في هذا السؤال نحن لدينا 482 482 و 213 213. فعندنا كيف؟ عندنا أولا نأخذ الآحاد. أخذنا الآحاد، هذه هي الآحاد، 2 و 3 تساوي 5. بعد ذلك أخذنا العشرات. العشرات 8، وهنا من هنا الواحد عندنا 10، فنجمعها فتصير كم؟ تصير 90. كذلك عندنا هنا المئات، عندنا 400 وعندنا 200، فالإجابة 600. يكون ناتج الجمع كم؟ 5 9 6. ناخذ هنا الخمسة
ناخذ من هنا 9 وناخذ من هنا 6. نحل هذا السؤال مرة ثانية. أولا ناخذ الآحاد 7 + 9، بعد ذلك ناخذ العشرات 30 + 40، بعد ذلك ناخذ المئات 200 + 100. طبعا أولا عندنا اللي هي 7 + 9 يعطينا 16، 30 + 40 يعطينا 70، عندنا أيضا 200 + 100 يعطينا 300. فالإجابة كم؟ الإجابة لما نجنق معها تعطينا كم؟ تعطينا اللي هي 6. طبعا هذه تذهب مع العشرات فتصبح 8 و3. الإجابة هذه هي الإجابة. الآن ننتقل للسؤال اللي بعده. عندنا في السؤال اللي بعده 1 + 6 اللي هي العشرات الآحاد، عفوا المئات 20 + 40 اللي هنا العشرات الآحاد كتبناهن العشرات، لأن نتكلم عن المئات 800 + 500. فعندنا 1 + 6 يعطينا 6، 20 + 40 يعطينا 60. طبعا عفوا انها غلطنا، هنا 7، هنا 7، 1 + 6 يعطينا 7، 20 + 40 يعطينا 60. ايضا الاجابه هنا 800 + 500 يعطينا 1300. فالان لما نريد نجمعهن يعطينا كم؟ يعطينا 1300. في هذا السؤال تعلم حقائق الضرب. طبعا احنا نريد نجيب هنا دلول الضرب 2، فعندنا 2 ضرب كم يعطينا 6. عشان نطلع هذه الإجابة، يعني احنا باغين 2 ضرب كم يعطينا 6، فهنا نقوم بعملية القسمة، فنسوي 6 × 2، 6 × 2 = 3، فنكتب هنا 3، كذلك هنا 2 × 14 فيعطينا 7، 2 × 12 يعطينا 6، 2 × 18 يعطينا 18 × 2 يعطينا 9، كذلك هنا 20 × 2 يعطينا 10، 8 × 2 يعطينا 4، 4 × 2 يعطينا 2، 16 × 2 يعطينا 8. فهذه هي الإجابات. نقوم بعملية القسمة لكي نحصل لعملية الضرب. هنا 9 ضرب 2 نفس الطريقة، 9 ضرب 2 9 ضرب 2 يعطينا 18، فنكتب 18، هنا 18، 2 ضرب 4 = 8، 2 ضرب 6 عندنا 12، 8 ضرب 2 يعطينا 16، 2 ضرب 3 يعطينا 6، 2 ضرب 10 يعطينا 20، 2 ضرب 2 يعطينا 4. هذه هي الأسئلة والإجابات. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الرابع لتعم الفائدة.